بسوي لكم توتوريال بس ليش شي ظلمة وايد ظلمة عندي للحين ما تعودت على إضاءة البيت. اوكي شي قاعد تشوفون. المهم استخدمت مسكرة بنفت، العدسات يمكن غيرهم متأكدة منهم بس يعني حبيت اللون مو المعهود اللي دايما ألبس الفاتح. وحطيت من طبعا للحين يعني راح تسمعون صوت عمال لأن للحين قاعد يجهزون. حطيت من هذا كونسيلر التصحيح على الأماكن اللي مثلا فيها تصبغات حوالين العين، و استخدم هذا عشان بس الدمج يكون تمام. كونسيلر نارس بسكت اسمعي وندمج. وضع يلا ندمج بس للحين العمال متأخرين أكثر. اللي تحت عيني راح أخليه. راح أجيب درجة أفتح. اوكي يعني لازم اشيل الصوت لان سوالفهم فضيحة. اعمل هيك اضاءة تحت اسمه خلاص. بس اذا عقلي طبعا انا ما انا عقلني اشوف سناباتي. مسحت نفسي من سنابة عشان ما يشوف حتى لو بالغلط. الحين اطلع على اكسبلور. طبعا الحفل مو بالنهار بس قلت اجواء السويمينج بول مع البوفيه حلو يعني اصور لكم اياه هالوقت قبل ما تغيب الشمس. الحفل يعني من 7-8 ان شاء الله.